يا هلا ومرحبا فيكم مشاهدينا في حلقة بداية الأسبوع من برنامج ليالي الكويت. أمسي عليكم بالخير ومسي عليك بالخير. مساء الخير ليلى. مسي بالخير على كل من قاعد يتابع ليالي الكويت في حلقة بداية الأسبوع. مثل ما قلتي حلقتنا اليوم إن شاء الله فيها مجموعة من المواضيع المهمة، مواضيع صحية، مواضيع رياضية، وإن شاء الله أيضا مواضيع تخص الفلوس والمال بعد راح يكون لنا إن شاء الله في هذه الحلقة. فعلا عبد الله، أول موضوع هو الموضوع الصحي. نفس ما احنا عارفين موضوع الجائحة التي لا زالت مستمرة، ونتمنى أنها تنتهي على خير وسلامة قريبا بإذن الله. بعد ما طلعوا بتطعيم الكبار، أنت عارف قبل فترة بسيطة بلشوا بتطعيم الأطفال الصغار من سن 5 إلى 12 سنة. يمكن هذا بدأ الموضوع من أسبوع اللي فات، والحمد لله أن يعني هالأسبوع لاحظنا بأن الأرقام بدأت تنزل ليلى. يعني كانت 6000 وشوي، بعدين صارت 5000، اليوم وصلنا 4200 تقريبا. فالأرقام والكيرف يعني هذه الزيادة اللي كانت تصير بدأت مرة ثانية الحمد لله تنزل. فبتجاوب الكل بالتطعيم، بأخذ الجرعات المختلفة، اليوم الأطفال أيضا هم قاعد يستعدون، لأن الفترة اللي طافت سمعنا عن حالات كثيرة كانت للأطفال انتقلوا إلى المستشفيات، وترى هم من المواليد اليد إلى الطفل اللي يوصل إلى 10-11 سنة ممكن يخالط ناس ويصيب بهذا المرض للأسف. فعلا مستشفى يابر كانت حالات الأطفال صحيح. أكثر راح نعرف أكثر عن حالات الأطفال ودخولها لمستشفى يابر بعد شوي مع ضيفنا الدكتور خالد كلندر، لكن الآن معنا في اتصال هاتفي الدكتور فهد النجار، استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد والسمنة في مستشفى الأميري، ومع عيال أخته غنيمة البناي وعبد المحسن البناي. هلا ومرحبا فيكم ومساء الخير. مساك الله بالخير دكتور. يا هلا وسهلا، شرفنا فيكم. يا هلا والله، نبي نسمع صوت فهد، نبي نسعد عبد المحسن وغنيمه. غنيمه شلونكم؟ مساء الخير. نعم شلونكم؟ لا احنا زينين. انتم شلونكم عقب التطعيم اليوم؟ احنا سمعنا من الدكتور دكتور فهد اليوم احنا سمعنا منه ان غنيمه وعبد المحسن خذوا التطعيم اليوم. كم عمركم غنيمه وعبد المحسن؟ 10. الله يحفظك. ها؟ شو عمرك؟ 9. 9 و10. اليوم اخذتوا التطعيم، قولوا لنا غنيمه اول شيء شلون بعد ما اخذتيه قبل لا تاخذينه، انت كنتي متشجعه تبين تاخذين التطعيم هذا؟ كنت ابي اخذه بس كنت شويه خايفه. انزين وبعد ما اخذتي؟ حسيت لما خذيته ما يعور، ما حسيت بشيء. نعم. إذا دكتور فهد، هي بعد بتقول لكم إن هي يعني أذتنا، كانت ناطرة التطعيم على أحر من الجمر صح؟ إي لا طبعاً، لأن ما كان طبعاً قدموا وسجلوا وليه ما ياهم موعد إلى الآن، فهم الآن اليوم وايد متحمسين بعد التطعيم. نعم دكتور، أنت كلمنا أكثر عن تطعيم الأطفال، شلون وجدت الإقبال على تطعيم الأطفال من سن 5 إلى 12 سنة؟ هو الحقيقة طبعاً بداية في الكويت هو التطعيم توه بادي، لكن في الولايات المتحدة صار لهم 60 يوم من بدوا. لحد الآن عدد الأطفال فئة 5 إلى 11 سنة قارب إلى 9 مليون طفل. تخيلي 9 مليون طفل، ولله الحمد لم تحدث هناك أي أعراض جانبية، يمكن بس 11 طفل جاتهم بعض الأعراض الجانبية اللي كانت خفيفة، والحمد لله عدوا المرحلة هذه. لكن تطعيم الأطفال تطعيم مهم جدا جدا، لأن أوميكرون قاعد يدخل الأطفال المستشفيات بصورة غير مسبوقة سواء في الولايات المتحدة أو في أوروبا. نعم اكيد راح نتكلم احنا بعد شوي بلقائنا مع الدكتور خالد بشكل تفصيلي، لكن خلينا نسال عبد المحسن. عبد المحسن لما اخذت التطعيم شنو حسيت؟ حسيت مو وايد يعني يعور. ما يعور وخلاص، قلت ان شاء الله كورونا ما راح تجي لي. بس انت قول لهم ليش انت اخذت التطعيم؟ ليش كنت بتاخذه؟ يعني كان في وايد كورونا فيعني خايفه. صح، فكان خايف، حاول ما يطلع يلبس الكمام على طول. يعني كان مأذينا، فالآن ارتاح شوي. نعم. ونبيك للحين تظل يعني غنيمة وعبد المحسن تلبسون الكمام، أنتوا الحين أخذتوا الجرعة الأولى، بعد في جرعة ثانية راح تأخذونها، والكمام على طول هم يكون معاكم. أكيد هذا شيء ضروري، ما فيها نقاش. نعم. طالما الحالات قاعدة تنزل، إحنا لازم نتبع إجراءات صحية بحذافيرها
لغايه ما الامور تستقر باذن الله. باذن الله، اسم الله عليهم، الله يحفظهم من الخوف ومن المرض، يحفظ جميع عيالنا وجميع كل من يواجه هذه الجائحه. ما قصرت دكتور فهد النجار، والحمد لله على سلامتكم غنيمه وعبد المحسن البناي، ما تشوفون شر واجر وطهور ان شاء الله. الله يحفظكم، مشكورين على متابعتكم الجيده والجميله. شكرا. حياك الله دكتور. عبد الله، اذا الان بعد ما قابلنا الدكتور فهد وعبد المحسن وغنيمه، بنعرف معلومات اكثر عن الاطفال وعن تطعيمهم، وخاصه ان الدكتور خالد راح يكون معنا بعد شوي، راح يتكلم اكثر عن هذا الموضوع. وهم حضراتكم اذا عندكم اي سؤال من خلال هاشتاج ليالي الكويت نستقبله بعد شوي ان شاء الله في لقائنا. ان شاء الله نشوفكم ان شاء الله بعد الفاصل. اليوم في ليالي الكويت، الدكتور خالد كلندر استشاري طب أطفال، الشيخ يوسف مشعل اليوسف الصباح عضو الاتحاد الكويتي للفروسية، الفارس أحمد المضاحكة، أحمد الموسوي محلل في الأسواق المالية. كستار محلبية، ها ما احنا عارفين شو هي بالضبط. تحس طعم الورد موجود داخل المحلبية وانت تاكله. مع كل وصفات الكويت تلاقيها، هو راح يسيطر على الوضع. هذا اللي يميز التراث الكويتي، شلون اكلنا مميز. مبرزة شغلك نزاكة وسناع ودل، ها تسلم ايدك. فنان وصاحب صوت غنائي شجي يطرب كل من يسمعه، ليكون واحد من الأصوات الغنائية اللي أثرى الساحة الغنائية بأعماله. اشتهر بالفن الشعبي بعد ما أبدع في أدائه ليحقق نجاحات غنائية تتسجل باسمه. راح يكون معانا في ليلة غنائية نسمعها بصوته الفنان حبيب الدويلة الأربعاء في ليالي الكويت. جهود العاملين في وزارة الصحة لتطعيم الأطفال من 5 إلى 11 سنة، أهمية تطعيم الأطفال للحد من انتشار فيروس كورونا، عن أولوية التطعيم للمصابين بالأمراض المزمنة، تقييم الوضع الوبائي وحالات المصابين من فئة الأطفال، كل هذا وأكثر مع الدكتور خالد كلندر استشاري طب أطفال الحين في ليالي الكويت. والله مشاهدينا مره ثانيه، اكيد شفنا قبل شوي الحديث راح يكون عن الاطفال وعن التطعيم اللي يمكن ليله من الاسبوع اللي ماضي قلنا انه بدوا يطعمون بفيروس كورونا وغيره من هذه الامور اللي تهمكم. اي سؤال عندكم من خلال هاشتاج ليالي الكويت ان شاء الله راح نستقبله من خلال حلقتنا. نرحب بوجود الدكتور خالد كلندر، حياك الله، مساك الله بالخير. مساك الله بالنور، الله يحييك ومساكم صحة وخير وعافية إن شاء الله. آمين. آمين أجمعين يا رب العالمين. دكتور خالد، بداية ودنا نعرف تقييمك للوضع الوبائي بشكل عام، وإذا هناك في مؤشرات لانتهاء موجة أوميكرون.
يعني ما زلنا يعني نعيش الموجة الثالثة اللي سببها أغلب الأحيان المتحور أوميكرون. الاجتاح الصراحة الكثير من البلدان حول العالم حاليا. يمكن المتابع حق الوضع يشوف أن عدد الإصابات اليومية مستقرة، ما في ارتفاع أكثر مما عليه، ولكن ما زال عدد الدخول إلى المستشفى وإلى العناية المركزة ثابت خلال الأيام الفائتة. لما نقارن يعني أو ناخذ خبرات الدول اللي سبقتنا في هذه الموجة، شفنا أن بالفعل خلال أسابيع من صعود هذه الموجة، خاصة الدول اللي عندها أرقام التطعيم عالية أو نسبة التطعيم عالية، شفنا أن بالفعل بعد أسابيع من وصول الذروة بدأت الأرقام بالتنازل. بالبداية أرقام الإصابات، ثم أرقام دخول المستشفى والعناية المركزة والوفيات. نعم، هذا بشكل عام. إحنا اليوم نبي نتكلم شوي عن الأطفال. دكتور، مع بداية ظهور كورونا إحنا بالكويت ودول العالم كانوا يقولون ما ينتقل حق الأطفال، كانوا عايشين يعني بدايتها أمورهم عادية وطبيعية. بعدين شفنا لا والله في حالات تخلط، في من المواليد اليدد. اليوم عندنا بالكويت شنو الوضع العام بالنسبة حق الأطفال؟ طبعا فكرة أن الأطفال محميين 100% من هذه الجائحة هي فكرة خاطئة ومعلومات خاطئة. هذه الأطفال نعم هم أقل عرضة من الكبار مقارنة يعني بالمرض الشديد والحالات الإصابة حتى. بس لما نأخذ كأرقام بالكويت عندنا مثلا، في أول ما أتكلم عن مستشفى جابر، في سنة 2020 كانت حالات الدخول إلى المستشفى 500 حالة للأطفال من عمر من مواليد إلى عمر 12 سنة، لكن 500 حالة كان بينهم أطفال. يعني حتى بالبداية كنا ما عارفين شلون نتصرف مع هذه الجائحة، فحتى الأطفال اللي كان ما عليهم أعراض أو أعراض خفيفة كنا دخلهم المستشفى. صح. إلى أن بعدين صارت عندنا معلومات أكثر بداية الجائحة أو شهرين ثلاثة على قبل الجائحة، خلاص صاروا الأطفال اللي فعلا يحتاجون دخول المستشفى كانوا يدخلون المستشفى. في سنة 2020 حالات دخول العناية المركزة في مستشفى جابر كانت 27 حالة. في سنة 2021 مع الموجة اللي سببها المتحور دلتا، حالات دخول المستشفى كانت 350 حالة تقريبا أو أقل شوية، لكن حالات دخول إلى العناية المركزة زادت، كانوا قريب 60 حالة دخول العناية المركزة. الحين بالموجة هذه اللي سببها المتحور أوميكرون، من بدايتها بداية شهر واحد إلى الآن كانت تحكي عن 270 أكثر من 270 حالة دخول العناية المركزة ولا للجناح إيه؟ إنزين، مع حالات يومية دخول يعني بشهر واحد، يعني العناية المركزة والسنة تقريبا 27 بشهر واحد، هذا مقارنة مع السنة كاملة، يعني كأن الأرقام بدأت تتقارب. ففكرة أن الأطفال محميين من هذه الجائحة هي فكرة مغلوطة. الأطفال عرضة لهذه الجائحة ولو كانوا بصورة أقل مع الكبار، ولكن أيضا مقارنتهم مع الكبار هي مقارنة غير عادلة. الأطفال نادرا ما يدخلون المستشفى، الأطفال نادرا ما يدخلون العناية المركزة، والنادر جدا ما تحدث حالات وفيات عند الأطفال. دكتور، ما هي الفئة العمرية اللي قاعد تدخل المستشفى من الأطفال؟ من المواليد إلى 12 سنة، يعني حتى المراهقين قاعد يشون، أيضا المراهقين قاعد يشون، لكن قاعد يشون تحت قسم الباطنية طبعا. ولكن أنا قاعد أحكي عن الأرقام من عمر صفر، من مواليد توهم مولودين قاعد يتعرضون حق فيروس الكورونا، بعض الأحيان ارتفاع بالحرارة، بعض الأحيان يحتاجون إلى عمل فحوصات ومحاليل وريدية. أطفال من عمر 5 إلى 11 سنة أو تحتها، في جميع الأعمار ما في استثناء. بس الأطفال ممكن يكون فيهم أمراض مزمنة ولا هم ناس يعني عاديين من غير أمراض؟ نعم صحيح، أغلب الأطفال اللي يعني ينتهي فيهم المرض إلى المرض الشديد والحاجة إلى دخول المستشفى والعناية المركزة هم من فئة الأطفال ذو الاختطار العالي اللي عندهم أمراض مزمنة وغيرهم من الأطفال أو غيرهم من الأمراض. ولكن هذا لا يعني ما يمنع أن هناك أطفال أصحاء لم يعانوا أي مشاكل صحية من أول ما أدى فيهم هذا المرض لدخول المستشفى. بالعكس، بصورة يومية قاعد نشوف حالات دخول الأطفال من بين 12 إلى 15 طفل. صح أغلبهم عندهم مشاكل صحية، ولكن منو ما من الأطفال لا يعاني من ربو أو لا يعاني من سمنة أو لا يعاني من أمراض ممكن مزمنة تعتبر من أعراض الاختطار للمرض الشديد دخول المستشفى. نعم دكتور خالد، منذ بداية الجائحة إلى الآن الدراسات أظهرت أن الأطفال لا ينقلون الفيروس، هل هذه الدراسة صحيحة أم لا؟ ولماذا الآن التطعيم وقت الأوميكرون، وقت موجة أوميكرون، الألفا، البيتا، الدلتا، لم يكن هناك تطعيم نفس ما تفضل؟ طبعا الأطفال
صح لأسباب عديدة، أهمها عدم وجود عدد كافي من مستقبلات في الجهاز التنفسي اللي تخليهم خلي فرصة أنهم يلقطون المرض أعلى، وكذلك خلي فرصة ينقلون المرض أيضا أقل، كانوا أقل عرضة للمرض وأقل عرضة لنقل المرض، ولكن هذا لا يعني غير صحيح أنهم لا ينقلون 100%، هم معرضين للمرض، هم معرضين لنقل المرض أيضا. وأيضا امتلاك المتحور أوميكرون القدرة القوية على الانتشار خلتهم أكثر معرضين للمرض وأكثر معرضين أيضا لنقل المرض لغيرهم من الأطفال. طبعا التطعيم لهذه الفئة العمرية ما طلع إلا بعد استكمال دراسات الأمان ودراسات الكفاءة لهذا التطعيم، فلم تستكمل إلا يعني الفترة الأخيرة على هذه الفئة العمرية، وطبعا تراجع هذه الدراسات من جهات محكمة تحكيم دقيق جدا، ثم تم الترخيص لهذا التطعيم. وبالفعل بلدان سبقتنا فيه، يمكن صار لنا بعض الدول صار لها شهرين الحين تعطي التطعيم، والولايات المتحدة قريب 9 ملايين طفل من الفئة العمرية من 5 سنوات إلى 11 سنة تلقى التطعيم. نعم، عندنا بالكويت يعني من 5 سنوات إلى 11 سنة تم التطعيم من الأسبوع الماضي. صحيح. فأولياء الأمور بشكل عام طبعا عندهم هذا الخوف، احنا لما طعمنا خفنا من أعراض تصير لنا أو مثلا أشياء ممكن تصيبنا بعد هذا التطعيم، ولليوم نسولف فيها. بالنسبة حق الأطفال، هل يعني تم وجود أي مثلا آثار جانبية بعد هذا التطعيم؟ طبعا تخوف في الأهالي هو تخوف يعني طبيعي، أكيد أي شيء جديد، أي شيء عليه كمية معلومات يعني هائلة تلاقيها موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي ممكن تضلل الأهل، فدائما نقول لهم ردوا حق المصادر الرسمية، ردوا حق أطباء الأطفال اللي تراجعونهم بصورة والمطلعين على هذه الدراسات وعندهم القدرة على قراءة الدراسات. الدراسات الطبية ليس مجرد أرقام تنطرح، هي مهارات يتعلمها الطبيب عشان يقدر يطلع المعلومة ويقول هذه المعلومة تنطبق علي ولا تنطبق على عيالنا ولا ما تنطبق. طبعا الدراسات الأمان كانت واضحة، وفي أثناء دراسة الأمان لم يلاحظ أي أعراض جانبية غير متوقعة. في دراسات أجريت أيضا بعد تلقي الأطفال، مثل ما قلنا بالولايات المتحدة تقريبا 9 ملايين طفل من هذه الفئة العمرية تلقى التطعيم، ولم يلاحظ أي يعني أعراض جانبية غير متوقعة. هناك مجموعة قليلة يمكن 12 طفل اللي جتهم أعراض جانبية غير متوقعة كانت، وكلهم تعافوا من غير أي مشاكل. حتى 12 هذيلة طفل تعافوا من غير أي مشاكل. حالة وفيات ما في أي حالة وفيات، ما في أي حالة مرض شديد. وأيضا المضاعفات الجانبية مقارنة مع الكبار والبالغين أقل، لأن الجرعات أقل، جرعة الأطفال بهذا العمر يعني تعتبر ثلث الجرعة اللي يأخذونها مثلا أطفال المراهقين، وبالتالي المضاعفات الجانبية المرتبطة بالجرعة زين راح تكون أقل عند الأطفال، وهذا بالفعل اللي لاحظنا عندهم. ممتاز دكتور، راح نرجع لك لكن بعد ما نشوف هذا الاستطلاع حول رأي الناس بتطعيم الأطفال، نشوفه ونكمل باقي حوارنا مع الدكتور خالد كلندر. تطعيم الأطفال من فئة 5 سنوات إلى 11 سنة ضد فيروس كورونا من أولويات أولياء الأمور في المرحلة الراهنة. أكيد مهم حق الأطفال يعني عشان المناعة والأمراض، أساس إنه يعني يكون مناعته قوية، وإن المرض حتى لو حاشه يحوشه بشكل بسيط، قل العدوى وعشان مناعتهم وحفاظا عليهم يعني. ويهدف اللقاح إلى حماية الأطفال وتحقيق الراحة النفسية لأولياء الأمور. ضروري نطعم بالذات حق الأطفال، إنهم أكثر أماكن يروحونها أماكن عامة يلعبون ولا شيء، فيحتاجون التطعيم ويتحصنون. المهم يعني بالنسبة حق ولدي مدرسة زين، ويعني نبي الوقاية، وإحنا كلنا مطعم، أنا وأبوه مطعم ومن طعم أخته مطعمة. بالنسبة للمدارس يعني راح يصير فيها اختلاط وايد، تلقين هذا ياهل منشول، تلقين هذا يكحك، فالتطعيم وقاية حقهم، وأتمنى يعني يطعمون. وحرصا على سلامة الأطفال يقوم أولياء الأمور بتسجيل أبنائهم لتلقي اللقاح من أجل مستقبل أفضل. التسجيل يصير عن طريق الأونلاين، ويحطون الرقم المدني مع العمر كل شيء. التطعيم مهم، لازم نطعم ونخاف على نفسي، لازم نطعمون عشان ما يمرضون. بالضبط.
بالضبط لازم تطعمون عشان ما تمرضون. يعني الأطفال فيهم براءة موجودة عندنا، إحنا ندور هالدراسات وما نعرف يمكن نقراها وندخل في السوشيال ميديا ونقرأ بعض الإشاعات، لكن دكتور يعني في ناس تقول إن في أطفال تم إصابتهم كورونا صارت فيهم أعراض عالجناها نفس الإنفلونزا العادية، اليوم أنا ليش مضطر إني أخذ عيالي وأروح أوديهم وناخذ هذا التطعيم؟ طبعا لا يوجد هناك وجه مقارنة بين الإنفلونزا والكورونا. والإنفلونزا يعني نعرف التعامل معها، حالات الوفيات فيها قليلة جدا، مرض موسمي وينتهي. مرض الإنفلونزا عندنا تطعيم حقه فعال وعندنا كذلك أدوية علاجية حقه. مرض الكورونا مرض جديد بالنسبة حقنا، وإن كان يعني لدينا سنتين من الخبرة حين التعامل معه. مرض الكورونا يعني مو مرض عابر وبس، بعض الأطفال أدى فيهم دخول المستشفى مثل ما قلنا عنا المركز، وهناك حالات وفيات سجلت أيضا في دولة الكويت. مرض كورونا هناك ما يسمى باللونج كوفيد أو الكورونا على المدى الطويل. رأينا بعض الأطفال عانوا من مشاكل بالجهاز التنفسي ومشاكل بالتركيز ومشاكل أيضا بالشهية، فقدان الشهية بعض بعد الكورونا، وإن كانت النسبة قليلة يعني ممكن 1 من 1000، ولكنها يعني طفل واحد يكون كفاية. كذلك هناك متلازمة جديدة تم توثيقها بعد آثار الكورونا، وهي متلازمة التهاب العام متعدد الأعضاء، وهذه المتلازمة تؤدي إلى التهاب عام عند الأطفال بعد إصابتهم بالكورونا، ممكن يأثر على العديد من الأعضاء منهم عضلة القلب منهم جهاز التنفسي والدماغ، وبالتالي التطعيم ليس حماية فقط من المرض والدخول المستشفى، ولكن أيضا يعطي حماية من هذه المتلازمة وأيضا حماية من اللي هو المضاعفات اللي نشوفها على المدى الطويل من الكورونا. نعم، الآن دكتور خالد هذا يقودني إلى السؤالين. السؤال الأول هو كيف يفرق بأهل الطفل ما بين أعراض الكورونا وأعراض الإنفلونزا العادية، خصوصا الآن في فصل الشتاء تحوش الأطفال موجات البرد أو نزلات البرد؟ طبعا يعني حتى نزلات البرد تسببها يعني مجموعة من فيروسات الجهاز التنفسي، تكون بالعادة نشلة وكحة خفيفة تستمر مدة 2 إلى 3. إنفلونزا الموسمية بالعادة مرض شديد، حرارة عالية 40 توصل درجة حرارة تستمر كذا يوم، معاها ممكن استفراغ وتكسر بالجسد وصداع. الكورونا ممكن الاثنين، ممكن الأعراض مشابهة حق نزلات البرد أو إنفلونزا الموسمية أو حتى أمراض الجهاز الهضم، ممكن الطفل يكون بس عنده استفراغ وسهال عزكم الله. الطريقة الوحيدة عمل الفحص المنزلي او عمل البي سي ار للتفريق بين هذا والتشخيص الدقيق. نعم. بالنسبه حق الاعراض يعني دكتور، اذا صارت في الاعراض وصار في كورونا، هل ياخذ مناعه نفسنا الكبار؟ ممكن يخالط ناس ايضا يكون مصابين كورونا وما يتاثر؟ نعم، يعني جهازهم بعد الإصابة بالكورونا راح يبني أجسام مضادة. أجسام المضادة هذه مثل الكبار، الأطفال أيضا يعطون أجسام مضادة، يمكن أجسام مضادة مالتهم بعد التطعيم. دراسات تمت بعد التطعيم يعني لقيت أن أجسام المضادة حتى أعلى نسبتها من الكبار تستخدمنا حتى مع الجرعات الصغيرة، فبالتالي هناك حماية بعد الإصابة، ولكن هذه الحماية بين الدراسات أنها قصيرة الأمد، ربما لا تكون فعاليتها مثل فعالية التطعيم. نعم، هل الآن التطعيم ربما يقي كذلك من الإنفلونزا الموسمية بما أنه يرتفع عدد الأجسام المضادة عند الطفل؟ للأسف الجواب باختصار لا. الإنفلونزا الموسمية هناك أجسام مضادة خاصة لها، كذلك كورونا هناك أجسام مضادة خاصة له، وبالتالي الارتفاع أجسام المضادة لكورونا ما يحمي الإنفلونزا وبالعكس. صحيح. نعم، لما شفنا الحملة الخاصة بالأطفال كان تركيز يعني بالبداية على الأطفال المصابين بأمراض مزمنة. بالنسبة حق الناس العادية إذا تبي تسجل شنو الطريقة، وهل ممكن استقبال أطفال عاديين اللي ما يعانون من أي مرض؟ بالفعل يعني التطعيم حماية للأطفال اللي عندهم أمراض مزمنة، وهم دائما أولوية طبعا، لأن مثل ما قلنا عندهم أمراض مزمنة هم عرضة للدخول المستشفى أكثر من غيرهم من الأطفال، ولكن هذا لا يمنع أن كل الأطفال يقدرون يأخذون التطعيم، لأن أصلا راح يقلل من احتمالية، وهي بالنهاية احتمالية. ما هو أفضل أنك يحوشك المرض ولا أنك تأخذ التطعيم ويحوشك المرض حتى وأنت عقب ما تأخذ التطعيم؟ طبعا دراسات بينت أن الأطفال الأصحاء اللي مطعمين حتى يعني حاشم المرض
المرض، فرصتهم دخول المستشفى قليلة جدا، أقل من غيرهم، وفرصة المضاعفات الجانبية أيضا أقل. وبالتالي ننصح الكل سواء الطفل عنده أمراض مزمنة أو ما عنده أمراض مزمنة يقبل على هذا التطعيم اللي هو يعني طبقة حماية أساسية وأولية، وإن شاء الله يعني شيء يعني يخليهم يستمرون في المدارس، شيء يخليهم يعني يعطيهم ثقة أكثر ويعطيهم حماية أكثر إن شاء الله. نعم دكتور، إذا بودي أتكلم عن الجانب النفسي للأطفال الذين أصيبوا بفيروس كورونا. إحنا الكبار إذا سمعنا أن أحد في كورونا، يعني الكبار لا سمعوا يخافون هذا صار في فيروس كورونا، الكبار يرتعبون، فما بالك بالأطفال اللي يصيبهم تصيبهم الكورونا، شلون تتعاملون وشلون صحتهم النفسية؟ طبعاً يعني هذه يعني نقطة جدا مهمة صراحة. الجانب النفسي أو تأثير الجائحة على الأطفال لم يكن تأثير صحي فقط، فهناك جانب تطوري، جانب نفسي وجانب عاطفي. عزلة الأطفال وأنهم انهدوا على المدارس أو كمية المعلومات اللي ترى الأطفال الحين أذكياء مو مثل أول، الحين عندهم القدرة على وصول المعلومة، وهم معرضين حق كمية معلومات سواء من أصدقائهم أو من السوشيال ميديا ممكن تكون مغلوطة حوالين المرض أو حوالين التطعيمات أو حوالين مثلا، أو حتى ممكن يخافون على أهلهم من هذا، إذا ما يخاف على نفسه يخاف من أهلهم. فمهم وايد إحنا كأولياء أمور نقعد مع عيالنا نفهمهم أن هذا المرض بالنهاية هو مرض خفيف، إحنا خفيف على أغلب الأطفال، وبالتالي إحنا نأخذ الحذر عشان ما نكون من الأطفال اللي يدشون حق المستشفى وبالتالي نأخذ التطعيم. كذلك نفهمهم أن يعني أن لازم نكون حذرين بغير خوف، يعني ما في داعي للخوف، خلاص الحين نتعايش احنا مع هذا الواقع الجديد وناخذ الاحتياطات، ناخذ يعني نستمر في مثلا غسل اليدين باستمرار، نستمر يعني نوخر على الاماكن المغلقه المزدحمه، وناخذ التطعيم، وهذه كلها اسلحه. نعم. يعني لتعزز شويه من ثقه الطفل. نعم. ماذا عن الجانب النفسي للاطفال الذين دخلوا المستشفى؟ 43 حاله اتوقع ذكرت انهم دخلوا مستشفى جابر او اكثر حاليا، يوجد يعني اكثر من 40 حاله في مستشفى جابر من بدايه السنه، فوق ال 270 حاله. طبعا للاسف دخول الطفل المستشفى يعني يؤثر سلبا على نفسيته، يبعد عن المدرسه، يعني خوف الرعب الموجود اللي يصير عندهم، المحاليل الوريديه، التدخلات الطبيه، هذا كله يعني يؤثر سلبا على صحه الطفل النفسيه. وهناك بعض الاطفال للاسف مكثوا فتره طويله في المستشفى، ايضا تعرضوا الى يعني مشاكل نفسيه من بعدها، ورهاب من المستشفى، قلق مزمن. فالمهم ايضا الانتباه على هذا الجوانب. ايضا اثر ساعه مو بس دخول المستشفى، ساعه اثر المرض نفسه يؤثر سلبا على نفسيه الطفل. هناك دراسات بينت ان الاصابه بمرض كورونا عند بعض الاطفال ممكن يسبب لهم مشاكل نفسيه تستمر مده اسابيع على الاقل. اكيد يعني الله يعينهم، يعني الاطفال احنا الكبار تعبنا من هذا أكيد. المرض، وهم بعد اكيد يعني ان شاء الله يزول بالقريب العاجل. عندنا هذا السؤال دكتور من ابو سليمان بتويتر، يقول يعطيكم العافيه، ولدي عمره 10 سنين وتوه متعافي من كورونا، متى اقدر اطعمه علما بان فيه G6PD؟ طبعا G6PD هو انيميا الفول يسمونها، او انيميا البقوليات، لا يوجد تعارض بينه وبين تطعيم الكورونا، يقدر ياخذه. ولكن بما انه اصاب بفيروس الكورونا فهناك الطفل يعني عنده اجسام مضاده، وبالتالي نصاب بعد 28 يوم. 28 يوم هذه الاجسام مضاده، يعني بعد 28 يوم بيسجل يقدر ياخذ التطعيم ان شاء الله. يقدر ياخذ التطعيم. يمكن نعم. قبل شوي بعد ليلى سالتي عن المستشفى وشلون الاطفال موجودين داخل، اولياء الامور هل ممكن يزورونهم يقعدون معاهم خلال هذه الفتره، ولا شلون يتم التعامل معهم؟ طبعا اكيد الطفل ما نقدر نخليه بروحه، للاسف بالعنايه المركزه ما نقدر، يعني العنايه المركزه الطفل للاسف قاعد يعني ينفصل عن اهله، لكن لما يكون في الجناح يكون احد اولياء الامور موجود وياه اكيد. نعم. الآن دكتور بالنسبة لتطعيم الأطفال، هو موجود في مركز مشرف بمواعيد، هل هناك توسع لانتشاره في اكثر من مركز صحي في البلاد؟ طبعا هذا الامر حاليا مثل ما تفضلت يا استاذ، موجود التطعيم عن طريق التسجيل بالمنصه، وتروح حق مركز التطعيم في مشرف. اذا تبين هناك حاجه او زادت الاعداد او ان هناك صعوبه على بعض الناس اللي يوصلون، بالفعل يعني اكيد هناك راح يكون خطه لتلقي او توفير اللقاح يعني في اماكن كان اسهل على الناس الوصول اليه. نعم. حضرتك استشاري طب اطفال، يعني عندك طريقه في انك تصل الى الطفل واولياء الامور بطريقه احنا يمكن ما نفقهها او ما نعرفها، فشنو ممكن تقول لهم في نهايه اللقاء؟ نصيحتي يعني حق الناس، اول شيء يعني ما في داعي للقلق،
هناك دائرة الحذر، زين للحين صحة الجائحة لم تنتهي، خفت الحالات والجائحة لم تنتهي، دائما اخذوا معلوماتكم من المصادر الرسمية، لا تنتبهون على مسج وصل من هني ولا معلومة من هناك ولا فلان تكلم. هناك هيئات رقابية، هناك منظمات عالمية مختصة في طب الأطفال مثل الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال، اللي يعني هذه الأكاديمية تخيل فيها 67,000 طبيب أطفال منتدب لها، الجمعية الكندية لطب الأطفال، هناك العديد من الجمعيات العالمية اللي تنصح بشدة بأخذ تطعيم الفئات العمرية الصغيرة. مثل ما قلنا هي ما انصحت بهذا الشيء إلا بعد التأكد والاطلاع على الدراسات، ويعني الرقابة الشديدة اللي تمت على هذه الدراسات ما تمت على دراسات سابقة، وبالتالي لا تخافون، توكلوا على الله، هذه طبقة حماية زيادة حق أطفالكم وما عليهم إلا العافية. إن شاء الله. دكتور خالد كلندر استشاري طب بالأطفال، شكرا جزيلا لوجودك معنا ونتمنى السلامة للجميع. عبد الله، الحين عندنا فاصل، تالي نكمل فقرات ليالي الكويت، خليكم معنا. اقتلوهم كلهم، احرقوهم كلهم واقتلوهم كلهم. وضعوا لأنفسهم بصمة في المسرح وتركوا لأدوارهم أثر في الدراما. وين بتودينا اليوم؟ أبا عشيك بحسن فندق بالديرة. لم يجدوا غير الإرادة نهجا والنجاح هدفا في مسيرتهم الفنية. اللهوة، ايش حق بي ابني بيت سوني؟ محمد العجيمي وسلوى بخيت ضيوفنا غدا في ليالي الكويت. انا والله تحت امرك تسلم ويسلم عمرك، انا والله مفتونك الا والله لعيونك. فنان وصاحب صوت غنائي شجي يطرب كل من يسمعه، ليكون واحد من الاصوات الغنائيه اللي أثرى الساحة الغنائية بأعماله. اشتهر بالفن الشعبي بعد ما أبدع في أدائه ليحقق نجاحات غنائية تتسجل باسمه. انت حر نفسك وما حد يمنعك يا سيدنا. راح يكون معنا في ليلة غنائية نسمعها بصوته الفنان حبيب الدويلة الأربعاء في ليالي الكويت. منافسات في بطولات وفعاليات بين فرسان الكويت. في بطولة الكويت الدولية لقفز الحواجز 2022 اللي أقيمت في مركز الكويت للفروسية، تتويج الفرسان الفائزين بختام البطولة. ومن مركز الكويت للفروسية إلى استوديو ليالي الكويت، الشيخ يوسف مشعل اليوسف الصباح عضو الاتحاد الكويتي للفروسية، الفارس أحمد المضحكة. الحين في ليالي الكويت. We'll be right back.
حياكم الله مشاهدينا. مثل ما شفتوا معنا قبل الفاصل، أمس تم اختتام بطولة الكويت الدولية لقفز الحواجز 2022 واللي أقيمت في مركز الكويت الفروسية. أكيدنا بنبارك لهم نجاح البطولة وتتويج الفرسان، ويسعدنا يكون معنا الشيخ يوسف مشعل يوسف صباح والفارس أحمد المضاحكة. مساكم الله بالخير، حياكم الله. مساك الله بالنور، الله يحييك. يا هلا ومرحبا فيكم ومبروكين على هذا النجاح. شيخ يوسف، ودنا تكلمنا عن البطولة، خصوصا أنها أول بطولة تؤهل لكأس العالم، صح؟ صحيح. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، أول شيء أحب أشكركم على الاستضافة الطيبة، وإن شاء الله نصير ضيوف خفاف عليكم اليوم. حياكم الله. طبعا بالنسبة للبطولة، هي بطولة تصنف فئة 3 نجوم مؤهلة لكأس العالم. طبعا هذه البطولة أول مرة تقام في الكويت تحت تنظيم اتحاد الكويت للفروسية. طبعا شارك فيها أكثر من دولة بالنسبة للمشاركين. منافسات كانت جدا قوية، مستوى الفرسان جدا عالي، والحمد لله انتهت طبعا أمس بنجاح بالنسبة للمستوى والفرسان. نعم، والفارس أحمد هو حصل على المركز الأول في الفئة المشارك فيها. كلمنا على هذه الفئة، على صعوبة المشاركة في هذه المسابقة، وشون حصلت على هالمركز؟ أول شيء الحمد لله، شاكر لكم الاستضافة. أول شيء الحمد لله، كانت عندنا بطولتين. إحنا الأسبوع اللي فات كانت أول بطولة دولية لي في هالموسم، سوى لنا إياها الاتحاد، جزاهم الله خير، مشكورين يعني، جهزتنا حق هالبطولة. البطولة هذه كان المستوى فيها هو نقدر نقول الأعلى بالكويت، يعني ما وصلنا حق هالمستوى قبل. الارتفاع الحواجز كانت تقريبا 150، فيها اشتراطات لأن هذه البطولة مؤهلة إلى نهائيات كأس العالم. حلو، الحمد لله وتوفيق الله، يعني توفقت. حضرتك تأهلت الحين حق هي يصير في سلسلة بطولات في الدول العربية، احنا المجموعة السابعة نتأهل فيها 3 فرسان إلى نهائيات كأس العالم. حلو. فأنا حصلت على نقاط تأهلني يعني عن الدول العربية يعني. ما شاء الله. شيخ يوسف، بالنسبة للبطولة هذه نفس ما تفضلت كونها بطولة دولية، تذكرت أن فيها مشاركات من دول عربية، ما هي الدول العربية وكم كان عدد المشاركين في الأساس؟ طبعا بالنسبة للمشاركين، أعداد المشاركين تقريبا 90 فارس، وبالنسبة لأعداد الخيل اللي شاركت ما يقارب 124 حصان شارك فيه البطولة. وبالنسبة للدول طبعا تجاوزنا 5 دول اللي شاركوا عندنا بالبطولة، فهذه الأعداد اللي شاركت عندنا. طبعا احنا بظروف شوية مختلفة بالنسبة لجائحة كورونا، بالإضافة إلى اليوم عندنا مشكلة في حدودنا البرية ويا دول الخليج ما تستقبل الخيل من عندنا. ممكن هذا أثر أنه فرسان الخليج ما قدروا أن يجون يشاركون عندنا. نعم. بس غالبا المشاركين دائما يجون، يعني دول الخليج الفرسان دائما يكونوا موجودين عندنا في البطولات. نعم. مع وجود هذا النوع من التحديات، هل هناك بطولات أخرى راح تقام خلال السنة أو خلال الفترة القادمة؟ طبعا احنا من بداية الموسم عدينا جدول كامل لموسم 2021-2022 بالنسبة لبطولات اتحاد الكويت الفروسية. سوينا دوري محلي اللي يتضمن من 8 بطولات على أسابيع مختلفة. نعم. وبعدها أيضا في 4 بطولات دولية، اليوم انتهينا من 2، الأسبوع اللي طاف والأسبوع هذا كان عندنا بطولتين مختلفين، وإن شاء الله بعد شهر أيضا عندنا بطولتين دوليات إن شاء الله. طبعا تشرفونا تلفزيون الكويت إن شاء الله. شرف. ونتمنى التوفيق لجميع الفرسان إن شاء الله. آمين. يمكن أحمد مثل ما ذكر الشيخ يوسف بأن يعني جائحة كورونا أثرت على وايد أشياء، ومنها أكيد يعني الفروسية. أنتوا في هذه البطولة صار في حضور جماهيري، يمكن غاب عن فترة طويلة. شنو أهمية الحضور بالنسبة لكم أنتوا كفرسان بأن يكون في جماهير ويكون في تشجيع؟ هو طبعا إذا زادوا الجمهور زاد الضغط علينا إحنا كمشاركين. يعني أنا شخصياً والدي حضر البطولة من 4 سنوات مو حاضر، يعني مسي عليه بالخير، فيزيد الضغط على الفرسان طبعاً، الرابع الأهل كذا. نفس اللاعبين بالمباراة القدم وغيره، لما يكون في مشجعين طبيعي. أكيد يحاتون أكثر. طبيعي. أنا بالنسبة لي يعني شو مشاركاتي من سنين يعني وأشارك برا وكذا، فالضغط ما كان ذاك الزود يعني، بس فقدنا الجماهير يعني وحلوا البطولة بحضورهم يعني الأسبوع اللي طاف. نعم. الله يوفقكم إن شاء الله. بالنسبة للفئات العمرية المشاركة في البطولات القادمة الشيخ يوسف،
طبعا سؤال جدا جميل، لان رياضه فروسيه قفز الحواجز تختلف عن جميع الرياضات الثانيه. اليوم هذه الرياضه الوحيده في العالم اللي الرجل والمراه يتنافسون في نفس الاشواط، والكبير والصغير ايضا في نفس الاشواط، ما في تفرقه بالنسبه للاعمار الجنس، هذا الشيء مو موجود. ممكن شخص او ولد عمره 14 13 سنه يشارك ويا واحد عمره 40 سنه، هذه الامور مو موجوده عندنا. يعني على سبيل المثال حتى دائما نقول احنا ما لها عمر، مو نفس مثلا الرياضات الاخرى اللي يوصل 35 يصير نهايته. في اولمبياد ريو اللي كانت البرازيل 2016 صاحب الميداليه الذهبيه عمره 55 سنه ما شاء الله. فعندنا ما في هالامور، اذا كل واحد داش بمجهوده فعلا على تدريبه وعلى مجهوده. اي وش كثر يعني الحلو بالموضوع، حلو وش كثر يعني الواحد كفارس يتعب في التحضير. يعني انت احمد مثلا تألقت بهذه البطوله وشاركت فيها ووصلت، تعب والجهد اللي يكون للتجهيز لها ايش كثر ياخذ منك؟ والله ياخذ فتره طويله، وهو الاصعب شيء في الرياضه بالنسبه لي انا انك انت تحصل حصان زين. اي هذه رحله بحث، احنا نروح في اوروبا يعني مع كان الشيخ يوسف هالصيف يعني مع الاتحاد، معسكرنا يطول شهرين ثلاثة شهور فتره التجهيز كذلك، بعد ما تشتري الحصان تشارك عليه وتتدرب عليه وعلى ما تاخذ فتره تعارف، فالتحضير مو سهل. يعني احنا من الصيف مجهزين تقريبا فتره شهرين، رجعنا هنا بعد انقطاع شهرين رجعنا نشارك مره ثانيه، يعني سلسله طويله متعبه جدا. هي كل بطوله تحتاج حصان يعني جديد، ما يكون عندك، انت قلت شاركت انا باكثر من مجال. صح. لا هو الحصان يفترض انه يستمر فتره طويله، يعني تقريبا متوسط يعني نقول لغايه 16 سنه. فيبقى الحصان نقول 4-5 سنوات مع الفارس، بس الواحد لازم يجدد. نعم. على طول على اساس انه يظل بالمنافسه. يعني هذا اللي تاهلت فيه جديد بالنسبه لك؟ هذا شريته العام. حلو الحمد لله توفقت فيه، يعني هالموسم فزت فيه ثلاث جوائز كبرى الحمد لله. الاسبوع اللي فات فزت الجائزه الكبرى، وهالاسبوع الحمد لله يستاهل سعر عيل هذا. ايه الحمد لله سعره طبعا بعد ما نقدر نقول. بالتوفيق ان شاء الله. بالنسبه نفس ما تفضلت يحتاج اعداد، يحتاج جهد، يحتاج الحصان يحتاج الى رعايه معينه. الان ما هي التحديات خصوصا نفس ما تفضلت شيخ يوسف انه واجهتكم تحديات وعوائق خلال فترة جائحة كورونا، هل واجهتم تحديات مثلا في وجود المدربين، في وجود العمالة، في وجود الأحصنة وكذلك علاجهم لأنهم يحتاجون إلى رعاية خاصة؟ صح طبعا هذه مشاكل تواجه أتوقع جميع فرسان الكويت. نعم. اليوم ما شاء الله الرياضة في تطور بشكل مو طبيعي، قاعد تكبر الرياضة، الفرسان قاعد يزيدون، أعداد الخيل اللي قاعد تدخل الكويت قاعد ترتفع. اليوم مشكلتنا بالمنشأة، ما عندنا منشأة تحتوي الفرسان والرياضيين والخيل. اليوم عندنا نقص في المرابط اللي الفرسان يربطون فيها الخيل، عندنا نقص اليوم في المستشفيات البيطرية. اليوم الفرسان أخوي أحمد وباجي أخواننا الفرسان والفارسات بالنسبة لهم الحصان استثمار. صحيح. هو الاخوان الفرسان قاعد يدفعون مبالغ كبيره على سعر الحصان، وما عندي انا مستشفى لعلاج هالحصان اللي يقدر بثمن. صحيح. فهذه الامور اللي تنقصنا، ولكن احنا متفائلين. الرياضه للحين قاعد تكبر، ان شاء الله ان الايام الجايه راح ان شاء الله نلقى حلول للعقبات هذه وتتيسر جميع الامور ان شاء الله. ان شاء الله. أبو احمد انت بالنسبه لك يعني كفارس ومهتم في هذا المجال، شنو تحس ناقصنا هني بالكويت علشان يعني نوصل نتاهل في بطولات يعني تنافس دوليا؟ يعني احنا الفتره اللي فاتت نقول دول الخليج نوعا ما كانت صبقتنا. اي اللي ينقصنا مشاركات دوليه اكثر. الخطوة الأولى سووها هالصيف جزاهم الله خير الاتحاد، جابوا لنا مدرب صاحب خبرة مشارك في 5 أولمبيات سابقة، وكان مدرب سابق لمنتخب إيطاليا، درب منتخب قطر سابقا، فجانب الخبرة اليوم صار موجود معنا بعد المدرب فضل الله. الحين نحتاج أن احنا نشارك في بطولات خارجية أكثر كفريق، هذا راح يسبب احتكاك مع الدول المتقدمة أكثر، المنافسة راح تكون أكثر. ف
أعتقد هذا اللي نحتاجه الفترة القادمة إن شاء الله. بإذن الله إن شاء الله. شيخ يوسف كعضو في الاتحاد الكويتي للفروسية، شلون ممكن تواجهون هالتحديات وشنو خططكم المستقبلية للبطولات القادمة بإذن الله؟ طبعا بالنسبة خلينا نتكلم أول شيء عن الخطة المستقبلية. نعم. طبعا الاتحاد الكويتي للفروسية أشهر شهر 1 سنة 2020، يعني احنا صار لنا تقريبا سنة في العمل بالاتحاد. اليوم أهم خطة عندنا، طبعا عندنا أكثر من خطة، واليوم قاعد نشتغل تقريبا على خطتين على بشكل موازي، اللي هو أول شيء دوري محلي يصير فيه منافسة عالية، هذا الهدف الرئيسي، بالإضافة إلى تجهيز منتخب اللي إن شاء الله أولمبيات آسيا اللي هي إن شاء الله شهر 9 في الصين. طبعا ليش أنا أقول لك دوري وإعداد منتخب؟ لا. اليوم لما يصير عندي دوري محلي قوي، أغلب فرسان الكويتيين متواجدين في الكويت، قليل عندنا ممكن واحد أو اثنين اللي هما خارج الكويت مشاركاتهم. لا. لما يصير عندي دوري محلي قوي، في جوائز قوية، في منافسات عالية، اوتوماتيكيا الفرسان راح يشاركون، هم اسبوعيا قاعد يشاركون بالبطولات، هذه البطولات تتأهلهم، تزيد مستواهم، تعطيهم الخبره، يعرف اخطائه، يعرف وين يطور من نفسه. تلاقي من هنا لنهايه الموسم يصير عندي عدد من الفرسان اللي شبه جاهزين، يصير يبين عندك فريق المنتخب او المستويات تكون مرتفعه. فاحنا هذا اهم خطتين، وإن شاء الله عاد السنين الجاية نكمل عاد ونحاول نطور إن شاء الله. نتمنى لكم كل التوفيق في الاتحاد الكويتي للفروسية. الشيخ يوسف الصباح والفارس أحمد المضاحك، أشكركم على وجودكم اليوم في ليالي الكويت. شكرا لكم على الاستضافة. شكرا لكم، يعطيكم العافية. وين بتودينا ليلى الحين؟ الحين عبد الله نروح مع زميلنا سعود المزيعل. اليوم يا العزيمة يا العزيمة، شكله أنا قاشم ريحة أكل. نشوف خلينا نشوف سعود شن عنده. مساير وجيناكم مساير، ترى الضيف لا حقه كرامة، ما في أحلى من هالكرامة ولا أحلى من هالضيافة. مساكم الله بالخير ومساء الورد والنوير. أهلا وسهلا فيك مرة ثانية الشيف الكويتية الأستاذة منال الفودري. حياك الله ويا هلا فيك. الله يحفظك. كل شذوق يعني اللون يشد، أنا ما أدري كستر محلبية، ها ما إحنا عارفين شنو هي بالضبط، شنو مزهبت لنا الليلة وشنو بتقدمين لنا الليلة إحنا ومشاهدين ليالي الكويت على تلفزيون دولة الكويت في العزيمة. اليوم مسويت لكم محلبية الورد، طلعنا عن المحلبية التقليدية. نعم. اليوم ابتكرت لكم شيء جديد. نعم. وجدا لذيذ، تحس طعم الورد موجود داخل المحلبية وانت تاكله تبارك الرحمن، وبارد يعني يسرسح القلب على ما يقولون. نعم نعم، يعني هذا اللي قدامي طبعا المقادير موجوده والتشويله الصغيره موجوده، لكن انت ما تقصرين، مزهبه مبرزه الشغل قبل الشيء وبعده كما يقولون. محلبيه الورد عدل، اي ممكن نتعرف على المقادير طالما هي مختلفه عن المحلبيه البيضه العاديه مالت الامهات والجدات والحبيبات؟ والله إيه؟ شوف ترى المقادير نفس المحلبيه نفسها. إيه؟ على البارد راح احط الكوب حليب البودر. اي نعم تفضلي. إيه؟ خذي راحتك هذا. استاذه منال، نحط كوب حليب ولا كم قفشه بالضبط؟ 7 كفاش حليب اللي حطيتيهم. 7 كفاش حليب مع 3.5 كوب ماي. 3.5 كوب ماي، ما شاء الله انت دقيقه بالمقادير. دقيقه يعني جدا عشان ميزانك هذا ما يمشي. لا لا، اساس انه يضبط لما يجون يسوونه المشاهدين. نعم. يقدرون يطلعون الانتاج الحلو. صحيح. هذا خصوصا ان احنا في سنه جديده وكذلك ان شاء الله يعني مجبل علينا شهر رمضان الله يشرفه، فكل عام وانت والجميع ان شاء الله بخير. تفضلي. قاعد اشوف انا. ايه؟ عندي 3 كفاش نشا هذه. نشا اي. هذا نص كوب. أيه؟ شراب الورد، هذا اللي معطيها اللون المميز، يعطي لون وطعم ايضا عدل. وهني ما يحتاج نحط سكر لانه هو شراب الورد حالي اوريدي. أيه؟ شيره وسويته عالي. أيه؟ يعني على البارد، انا الحين ما شغلت الشوله، البارد راح نخلط المقادير هذه كلها. كنا تفرق عن المحلبيه المحليه والكويتيه، اعتقد هناك يحطون ماي ورد
ويحطون بعد هيل عدل ولا عدل. غلطان لا عدل بس ايه. شنو انا هني لان في ورد فما يحتاج يحط ماي ورد اكسترا يصير ايه. والهيل ايه. ما راح يبين طعمه مع الورد لان الورد اللي هني وايد قوي ايه. ومركز صحيح صحيح ايه. هو راح يسيطر على اي 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 طبعا راح تقلب على البارد اساس يذوب الحليب ويذوب نعم. النشا يبي له شوي وقت لما تقلبه ترولي احنا ما ذقناها للحين ترولي وايد شيره هي لا سكرها معتدل لان انا حاطه نص كوب شراب الورد تعرفين اكيد تسوين الساقو الساقو جربته مره بس للامانه ما حبيته ما حبيتي يصير بعد ترى الطباخ ما يحب اللي يطبخ او اللي يطلب منه احيانا عدل اي عدل الساقو اي هذه من الحلويات الكويتيه والخليجيه التراثيه يعني بلى محلبيه والساقو لين تالي تراوالي دخل عليهم الكستر والجلي عدل عدل الكستر والجلي الحين قمنا نسوي كل شيء في البيت ما قام الواحد يطلب من برا صحيح خاصه برمضان ايه؟ يعني احلى شيء شغل بيتك صحيح اي يعني شوف بدا يذوب اهم شيء انك تذوب النشا اساس يسكر وياك المحلبيه يعني النشا معروف انه قوي في اي طبق حلو يتسوى طبعا ايه؟ النشا يقضب المواد كلها يعطيك كثافه حق الطبق اللي انت تسويه نعم شيف منال دوراتك اللي اخذتيها ما شاء الله في لندن كانت عفوا كلها يعني دورات للحلويات ولا ايضا فيها موالح وحلويات واطباق اخرى يعني لا والله انا الدورات اللي اخذتها في لندن انا احب المخبوزات اكثر أوه. اي يعني اخذت حق الكرواسون عند شيف كان فرنسي كل منتجات العجين او الطحين اي انا ابدع فيهم صراحه تبارك الرحمن اي اخذت حق الكرواسون الدونات البريوش يعني اكثر من دوره اي في لندن هو انت يعني ما شاء الله عندك خبرة في الأكل الكويتي فعشان كذي ما أنت محتاجة دورة ما فكرتي تعطين دورات لشابات والله إن شاء الله الفكرة موجودة وإن شاء الله مع الأيام نعم إحنا نشجعك في ليالي الكويت على إنك تعطين دورات أو مثلا أيضا إذا الله وفقك تفتحي لك يعني مطعم كافيه ولا بإذن الله أو أي مركز لهذه الحلويات والأصناف اللي أنت تسوينها إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله تستاهلين تستاهلي طيب الحين ذاب كل شيء الحين بطلنا الشوله بس ما توقف ايدك لازم كذي نقلب عشان شنو لا يسكر من فوق ويطل حدر بالقاع النشا فطول ما احنا موجودين نقلب كذي لما يطبخ ويانا ويثقل تمام تالي نصبه في الصحن التقديم او معون التقديم يصير شكله كذي عقب الثلاجه هو ياخذ له وقت بالثلاجه بكذي ام فاطمه اعتقد انه يعني قضت او انتهت خلطتك للمحلبيه بطريقه منال فودري بس هذه تراولي بعد معروف حطتها انت في اخر مرحله هذا حق زينه نعم ومع نحط عليه شوي ورد محمدي ورده واحده كذي يعني في شيء عجبني وايد اللي هو هذا الميني روز او الورد الجوري تميزت فيه الحقيقه التركيه وايران عدل تحطينه انت على المحلبيه اي اساس انه هو محلبيه الورد انه يعطيها طابع الورد كامل نعم نعم أي. شيء عجيب شيء عجيب كاننا وياكم نلحيين نلقاكم الأسبوع الجاي أمناكم الله التداول في النفط والعملات والذهب إلكترونياً شلون أقدر أبتدي في التداول الإلكتروني؟ التساؤلات والأخطاء اللي يقع فيها المتداولين كل هذا وأكثر مع أحمد الموسوي محلل في الأسواق المالية الحين في ليالي الكويت
بعد ما خلصنا من ضيوفنا في الصحة وفي الرياضة، الآن ضيفنا راح يتكلم عن البيزات أو عن الاستثمار. نرحب فيك أحمد الموسوي، يا هلا ومرحبا فيك. يا هلا والله فيك، الله يعطيكم العافية. كونك محلل أحمد مالي، شلون شفت اتجاه الناس للاستثمار في التداول الإلكتروني خلال جائحة كورونا؟ طبعا في وقت جائحة كورونا كانت الناس يعني تدرون الكل شيء مسكر والناس كلها قاعدة في البيوت، فكان الناس عندهم فلوس ويبون يستثمرون فلوسهم، فالشيء الوحيد اللي كان مبطل في هذا وقت الجائحة يعني كان هو سوق إلكتروني، هو تداول إلكتروني. فأغلب الناس كان عندهم فلوس يبون يستثمرون فلوسهم، فكان الوضع الكل راح حق السوق التداول، وكان في فرص وايد يعني واضحة وسهلة كان وقتها، مثل ما شفنا النفط لما نزل مثلا إلى 12 وممكن بعد أقل كان، والناس يعني كانت فرصة كبيرة أن يشترون، وبعدها صعد إلى مستويات حاليا 90. ونفس الشيء وقت الكورونا وصل إلى مستويات الذهب، وصل إلى مستويات 2070، وهذه أول مرة توصل كانت. فهم مع الأخبار والأخبار هذه، فالناس كلها كانت تتجه إلى السوق التداول بما أنه كان كل شيء مسكر وقتها. نعم، كل الناس اتجهوا مثل ما قلت للأشياء الإلكترونية بشكل عام، والتداول جزء منها. لكن أنا يعني أسمع وايد ناس من حولي يقولون اشتر بالذهب، الذهب ما يطيح سعره فيه. إيش كثر شفت الإقبال على التداول الإلكتروني الخاص بالذهب؟ طبعا الذهب هو الملاذ الآمن. صحيح. فإذا كان وقت الجائحة كورونا شلون صعد إلى 2070، فالناس كلهم كان وقتها قاعد يشترون ذهب لأن الوضع كل شيء مسكر وعندهم كاش الناس. فكان فكرتهم انه شلون امن انا فلوسي، شلون اشتري انا؟ فاروح اشتري الذهب. فالذهب باي وقت الناس كلها يعني يكون اقبال عليه كبير، لانه هو الشيء اللي على قولتك انه ما يطيح سعره، واذا طاح يصعد مره ثانيه الى اسعار اعلى واعلى. فكان الاقبال عليه وايد كبير والناس وايد تتجه حق الذهب. نعم، نفس ما تفضلت احمد، الذهب هو احد الملاذات الامنه، وكذلك بعض العملات لانك تتداول كذلك بالعملات. لكن الان في كثير من الناس نفس ما تفضلت سواء خلال الجائحه او غيره اشترت واستثمرت بالذهب لكنها خسرت. هناك عوامل معينه تشجع على الاستثمار، او متى نشتري ومن وين نشتري؟ ممكن توضح حق المشاهد. صح، طبعا في وايد ناس دخلوا سوق الذهب وخسروا. وفي ناس هم بعد وايد دخلوا سوق الذهب وربحوا. الاختلاف بينهم في واحد يعرف متى يشتري ومتى راح يبيع، ويعرف وين الأهداف اللي ممكن يصل إليها مثلا الذهب. ودائما احنا عشان نربح في هذا السوق لازم نعرف احنا اتجاهات السوق. عندنا احنا الأسعار تتحرك في اتجاهات، اتجاه صاعد أو هابط أو حتى عرضي يكون. فالذهب في ناس دشوا سوق الذهب وخسروا، ممكن يكون هو ما عنده معلومات عن السوق أو بس يدخل بطريقة عشوائية ويشتري. وفي ناس اللي ربحوا لا، كان عارف انه من وين يشتري ووين ممكن يكمل مع الذهب الى مستويات عالية. فهذا الفرق بين الشخص اللي يربح ويخسر في هذا سوق الذهب مثلا. نعم، في مقولة عند اهل التداول يقول لك ان اشتر وقت الخوف وبيع وقت الطمع. انت تؤمن بهالشيء احمد ولا لا؟ اشتري وقت الخوف اللي الكل خايف وما يبي يشتري. هو يعني هو على حسب. انا بالنسبه لي لا، يعني انا احلل بالاخير تحليل، اعرف المناطق اللي تكون مثلا والله قويه متى اشتري منها، واسمع الاخبار واعرف يعني متى اقدر اشتري انا. فهو السوق بشكل عام هو يعني مثلا يكون عن طريق ياثر بالعامل النفسي. في ناس يخافون فممكن ما يشتري. فانا وجهه نظري ان هذا الشيء يكون مع الخبره يروح يعني بالنهايه. اذا الناس خافوا مثلا بالنهاية، أنت وين تعرف المناطق الشرائية أو كانت البيعية أنك أنت ممكن تشتري وتصعد، متى تصعد مع الأسعار هذه اشتر. بس ان الخوف والسوالف هذه انا بالنسبه لي حاليا ما قمت تاثر فيني. انت خلاص لانك انت محلل. اي محلل. اما الناس البدايه امبلى. يعني ممكن اصلا يمشون مع مثلا ناس يقولون شراء يشترون ويا بعض. يعني على حسب الاخبار تطلع مثلا. تدري انت اذا كان واحد مثلا قاعدين الناس قالوا والله ترى الذهب بيصعد، طلعت تصريحات مثلا بيصعد، فالناس تشتري. صح. فهذا يكون يعني ما عنده خبره في السوق يكون بالنهايه. شكرا. انت بالنسبه لك it's your bread and butter، لكن صح. بالنسبه للناس اللي نفس عبد الله اللي ودهم يستثمرون بالتداول الالكتروني، ودنا تشرح لهم سواء عنده 100 دينار 1000 دينار 10000 دينار، شلون ممكن يبدا خطوه خطوه للتداول الالكتروني على اساس انه يتفادى الخساره، وشنو اختار يعني قدر الامكان؟ عملات مثلا او ذهب او نفط ولا اذا انت عندك 100 او عندك 1000 دينار، إذا أنت كنت ما عندك ولا معلومة عن هذا السوق، فأول شيء تسويه تتعلم الأساسيات. حلو. عشان تعرف إن هل هذا السوق راح يعجبك ولا لا.
إذا عرفت المشروع، عرفت شنو هو سوق التداول، عرفت المصطلحات اللي فيه، عرفت المنصة بالكامل، بعدها تروح حق شنو؟ حق شلون تدير فلوسك في هذا السوق، لأن أنت هنا قاعد تشتغل على شراء وبيع عملات وذهب ونفط، فلازم تعرف أنت إيش كذا راح تشتري الكمية وإيش كذا راح تبيع بالأخير، فلازم تكون عندك هذه المعلومات عن إدارة رأس المال. الشيء الثالث لازم تتعلم التحليل الفني، تعرف الاتجاهات السوق وين رايحة وين نازلة عشان تدخل أنت باحترافية. أغلب الناس يحاول إنه يطلع فلوس بسرعة فيدخل السوق بعشوائية، يفتح حساب على طول يحط فلوس ولكن لما يشتري يشوف خسائر وبعدها عاد يضيق خلقه يعني. صح. فالأفضل إنك تتعلم في البداية. حلو، شنو أبرز الأخطاء اللي قاعد تشوفها أحمد في التداول الإلكتروني؟ يمكن هو يختلف أكيد عن التداول في سوق الكويت للأوراق المالية. الأخطاء طبعًا حق أي متداول لما يدخل هذا السوق يكون مستعجل. هذه أول شغلة، في ناس وايد إحنا يدشون عندنا مثلًا إنه بندخل هذا السوق شفنا والله أرباح واحد ربح ربح مثلًا كبير، فيحاول إنه يدخل هذا السوق بشكل سريع. صح. يفتح حساب بسرعة يحط فلوس وبالأخير يخسر، هذه أول شغلة. الشيء الثاني يدخل من غير ما يتعلم، هم هذه من أخطاء اللي تتكرر وايد، ما له خلق يتعلم يبي بسرعة بسرعة فهم يخسر. الشيء الثالث يدخل بكمية كبيرة، يكون عنده رأس مال مثلا 1000 دينار يشتري مثلا الذهب ب1000 دينار يخلص فلوسه كلها على الذهب، فأي انعكاس يصير ما يتحمل حسابه ويخسر. نعم. عرفت شلون؟ والشيء الرابع إنه شنو، لما يدخل هذا السوق الحين هو خسر مثلا مبلغ صغير يحاول ينتقم من السوق، فيشتري بكمية أكبر يحط فلوس زيادة ولكن يبي ينتقم يبي يطلع فلوس زيادة بالأخير تطلع عليه خسارة، وهذه كلها أخطاء بأخطاء تصير. نعم. ماذا عن أكثر التساؤلات اللي تجيك من اللي يتداولون إلكترونيا؟ أكثر التساؤلات اللي أنا تحليل الذهب، يبون تحليلات الذهب، تحليلات النفط، شلون نفتح إحنا حساب في شركة تداول مثلا، شنو تنصحنا من شركات تداول، يعني هذه الأمور اللي تتعلق بالسوق أكثر شيء. أكثر شيء هم يوصلون يعني معي أنا بالذات عن التحليل، تحليل النفط، تحليل الذهب، وين رايح الذهب، متى نشتري متى نبيع، هذه الامور اللي انا توصل لي. هل التحليل اللي تقدمه تقدم له التحليل التاريخي ولا التحليل المستقبلي وين رايح فقط، ولا تعطيهم كذلك نبذه عن وين كان الذهب وين صار او العقود الاجله او وين كان؟ طبعا هو التحليل الفني دائما التاريخ يعيد نفسه، فانا لما احلل عشان اعرف شنو بيصير يعني مثلا بعدين لازم اشوف التاريخ اللي قبل، اروح على الاسعار القديمه 1995 وغيرها كذي يعني، وأشوف التحليل بالكامل يبين معي النماذج الواضحة وبعدها أقرر أنا متى أشتري متى أبيع. مثل ما صار معنا بالنفط، النفط لما وصل بالكاش 12 دولار هني أنا تكلمت أنه في فرصة شرائية واحتمال يروح حق 55، ولما انصعد إلى 55 تكلمت على أنه إذا اخترق 64 معناته راح أروح حق 100 و110، وهو حاليا في التسعينات. حلو. ويمكن يعني سؤال ليلى بالنسبة حق تحليلك للأمور، في أنواع للتحليل، كل شخص ممكن يحلل الطريقة تختلف عن الثاني، فهذا يؤثر في ربح وخسارة الشخص نفسه؟ طبعا أكيد. أنا مثلا لو أنا حاليا أعطيتك مثلا والله دورة معينة، بالأخير أنا تحليلي راح يكون مختلف عن تحليلك، بس في مدرسة معينة في التحليل، في مدارس، في مثلا عندك الهارمونيك، عندك التحليل الفني، عندك الإليوت، فكل واحد له مجاله. عرفت؟ أنا بالنسبة لي تحليل فني، لكن أنا لو علمتك التحليل هذا هو سبحان الله لما نعلمك أنت راح يكون لك نظرة خاصة في السوق، يعني بالأخير أنا أعلمك شغلات معينة لكن في النهاية أنت راح تشوف السوق بطريقة مختلفة. ممكن أتفوق عليك ممكن في تتفوق. أني أربح مثلا في طريق معين. صح، راح تشوف شغلات أنت خاصة فيك أنت، راح تصير خلاص هذه لك أنت طريقتك وراح تتداول عليها على طول. عرفت؟ وممكن تصير أحسن مني، ويعني بالعكس يعني كل ما تتعلمت وتطورت تصير احسن من اللي قبلك عادي هذا الشيء. نعم احمد، الان انت نفس ما تفضلت خلال الجائحه وصلت اوقيه الذهب ل 2000 تقريبا، فوق ال 2000 وهو رقم قياسي بالنسبه للذهب، الان ربما نزل قليل لكن لا زال الذهب ربحان 1800 تقريبا للاوقيه. صح. هل تنصح الناس الان في استثمار في الذهب ام لا؟ انا بالنسبه لي كتحليل فني حاليا اتكلم عنه، الذهب هو حاليا في اتجاه عرضي، حتى يمكن شفنا الاشهر اللي طافت ممل وايد صاير. نعم. يصعد ينزل بهالطريقه هذه، فانا اللي اشوفه اذا اختراق او صعد فوق الذهب 1843 هني انا اشوف انه راح يصعد لمستويات عاليه، لكن اذا كسر او نزل تحت ال 1770 معناته راح ينزل الذهب، فانا للحين اشوف انه لا انصح بالشراء ولا في البيع إلا إذا صعد فوق هذه المنطقة أو كسر تحت هذه المنطقة. حلو. وبالذهب تنصح إنه يكون ذهب خام ولا يتداولونه إلكترونيا؟ على حسب، هو بالأخير هو سعر عالمي، إنزين على حسب، في ناس والله يحب يستثمر في عن طريق الأونلاين. نعم. في ناس لا يحبون يشترونه كاش يكون عندهم يعني على طول.
نعم أحمد، بعيد عن الذهب كذلك، لكن لازلنا في مجال الملاذات الآمنة، ربما أحد الملاذات الآمنة هو الين الياباني اللي هو في سوق العملات. ماذا عن سوق العملات وشنو ممكن تنصح الناس عندما تتجه للاستثمار في أسواق العملات؟ طبعا حاليا بالنسبة حق سوق العملات، أنا كفرصة استثمارية أشوفها حاليا هي اليورو مقابل الدولار، وأنا يمكن شرحتها في الانستغرام أن في فرص قوية جدا بالنسبة لليورو مقابل الدولار. ممكن خلال الأشهر والسنوات الجاية نشوف أن اليورو يصعد إلى مستويات جدا عالية، أعلى من 2008. 2008 كان واصل إلى مستويات 1.60، احتمال نشوفه أكثر بعد. ففرص وايد قوية، وأنا هذا حاطه كله بالتحليل الفني موجود في الانستغرام، يعني تشوفون كل شيء. حتى إذا مناطق فشل مثلا، ما مثلا يعني كسر مناطق معينة يفشل النموذج، هم حاطه في الانستغرام يعني بتحليل. احمد، ودنا نتكلم عن تجربتك انت الشخصيه، يعني انا ما سبق اني دخلت في هذا المجال، اليوم مش كثر من تجربتك ممكن تشجعني اني ادخل واربح؟ وايد نسمع الناس يعني خسروا وتركوا لانهم كان عندهم سرعه في انهم يبون يكسبون المال. انت بالنسبه لك الظروف شنو كانت؟ انا طبعا بدايتي كانت سيئه اكيد. يعني انا بدايتي كانت، شفت الاخطاء اللي قلت لك اياها كلهم صارت معي، عرفت؟ كلهم خسرت يعني، بس انا الحمد لله انا كخساري صغيره، يعني كنت دائما كل ما اخسر اروح اجرب بحساب ديمو غير حقيقي، فكنت احاول اني انا اتعلم، ارد مره ثانيه احط فلوس، كنت اخسر مره ثانيه. بس الحمد لله انا ما استسلمت، كان عندي هدف ان انا اشوف الشارت هذا، مستحيل سوق عالمي والعالم كله قاعد يداول فيه وقاعد يخسر بس. فلما تعلمت وحاولت لله الحمد يعني حققت ارباح، الخسائر اللي خسرتها هذه كلها عوضناها يعني الحمد لله رب العالمين. وحاليا قمت اعرف احلل السوق، وين يصعد وين ينزل، متى اشتري متى ابيع، واعلم هم الناس يعني فيها، عرفت؟ فهي في البدايه طبيعي انك تخسر اذا انت مستعجل مثل ما انا كنت مستعجل، لكن اذا تعلمت في البدايه راح تتجنب هذه الاخطاء كلها. حلو. نعم، الآن بالنسبة للنفط كذلك، نفس ما تفضلت النفط مرتفع واصل تقريبا مستويات $90، بشنو تعتمد عليه بحركة النفط في تحليل حركة النفط؟ التحليل النفط أول شيء طبعا هو أنا أعتمد على التحليل هو يكون التحليل الفني كامل، زين، على مناطق العرض والطلب، على الأخبار الاقتصادية والسياسية هذه كلها. وعندنا مثلا جائحة كورونا، لما صارت جائحة كورونا هذه خلت النفط مثلا ينزل، وبعدها لما صارت الأمور تمام صعد مرة ثانية، فهذا كله يعتمد على العوامل مؤثرة على النفط. فالنفط احنا نعتمد عليه عن طريق التحليل الفني والاخبار اللي تكون مؤثره على النفط. نعم، يعني حسيت ان الواحد لازم وايد يتابع ليلى الاخبار، الاشياء اللي قاعد تصير دار مدار، علشان يعرف متى يبيع متى يشتري. ويمكن وايد ناس تعتقد ان هذا المجال هو مجال الثراء السريع والفاحش اللي ممكن يكون، هل هذا يعني نقطة يعني جيدة قاعد تشوفها فعلا ولا؟ هو بالنسبة حق الثراء السريع، أنا يعني دائما كله أقول حق الناس، أقول لهم يا جماعة تدخلون هذا السوق لا تفكر أنك تكون على طول غني، يعني أنت هو مشروع مثل أي مشروع ثاني، عرفت؟ لكن عن طريق الأونلاين يسهل عليك أمورك، أنت قاعد في البيت ممكن تشتري ممكن تبيع ربحان، وأنت حتى وأنت نايم تربح، فهذا يعني هم فيها ميزة هي. لكن ادخل أنت شيء بقناعة، ادخل برأس مال مثلا محدود، يكون يعني انت مو بحاجه له مثلا في البدايه، وتعلم واستثمر واقتنع بالارباح هذه، بعدها شوي شوي تشوف الارباح قاعد تزيد معك ويكبر راس مالك، والارباح راح تزيد معك بعدين زياده. نعم، انت الان تنصح اللي وده يستثمر انه يتعلم نفس ما تفضلت، يتعلم التحليل الفني او التحليل المالي عفوا، لكن شلون ممكن الشخص يتعلم؟ الحين يقول اوكي احمد قاعد يقول، احمد المسوي قاعد يقول لنا تعلموا، شلون نتعلم؟ ما هي الطرق التي تساعدنا في التعلم؟ طبعا انا بالنسبه لي انا عندي ويب سايت وعندي دورات اونلاين خاصه فيني، اعطي الاساسيات، اداره راس المال، التحليل الفني بالكامل، وتكون متابعه مع العميل على طول. فهذه الدوره انا مرتبها ترتيب عشان ما يغلط العميل المتداول مثل ما انا غلطت في السابق. نعم. فيكون شيء مرتب حقه، يكون بالاساسيات للاحترافيه، فلما يتعلم راح يقدر يعتمد على نفسه ويدخل السوق باحترافية. لكن الآن المتداول أمامه أكثر من خيار، هناك أحمد الموسوي، هناك فلان، هناك فلان، كيف يتم اختيار المحلل اللي ممكن أنا أتعلم منه أو الشخص اللي راح يعلمني التداول الإلكتروني كمتداول؟ عن طريق نتائجه وعن طريق كلامه، يعني أنا مثلا اليوم أحلل والله العملات أو السلعة أو شيء، دائما كلامي قاعد يتحقق، يعني شوفه والله في نتيجة زينة، فالمتداول راح يسمع والله هذا كلامه كله صح قاعد يصير قاعد يتحقق نتائجه، فممكن انا اتعلم منه، وطريقه مثلا والله تداوله مناسبه لي انا، في شخص ثاني لا والله ممكن يكون هو مخاطر لكن هم شاطر يربح بسرعه ويتداول على مدى القصير، فواحد يمكن يعجبه هذا المحلل،
فالمتداول هو اللي راح يختار، يا اما يكون احمد الموسوي او شخص ثاني. نعم اكيد. نبي منك نصيحه اخيره تشجيعيه كذي بهالليل للناس قبل تنام، باكر تقوم كلها تاخذ فلوسها وتدش بال. هو طبعا الاستثمار هو شيء وايد زين بالاخير، يعني انت لما تستثمر بفلوسك وتتعلم وتعتمد على نفسك هذا شيء وايد زين، راح يغطي لك وايد شغلات. انت مثلا يمكن يعني بالراتب كمثال، عندك راتب مثلا، الاستثمار هذا يغطي لك وايد شغلات انت ممكن كنت تتعب مثلا، يعني نقدر نقول انه متاذي منها. إيه؟ عرفت؟ فالاستثمار وايد زين انك تستثمر، ولكن بشرط انك الفلوس هذه انت مو بحاجه لها، او ما يكون انت شيء يعني محتاجه عشان لا يعور قلبك. لا يعور قلبك بالضبط. اي ففي البدايه تعلم وادخل سوق الاستثمار راح تنجح ان شاء الله. نعم المحلل المالي احمد الموسوي شكرا جزيلا لك. عبد الله متهور باكر تروح تستثمر. باخذ قرض باكر وادخل على باكر. نكلمني اكلمك باكر. يعطيك العافيه. وصلنا شيء معاكم مشاهدينا لختام حلقتنا، تركوا بحفظ الله وعائلته، تصبحون على خير. في امان الله.